أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المرحلة السادسة في المقولات العشر، وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات. الفصل الأول: تعريف الجوهر والعرض، عدد المقولات. هناك بحثان في الفصل الأول: بيان للجوهر والعرض وعدد هذه المقولات الجوهرية والعرضية. قلنا هنا لنا تعريف على كلمة تعريف، تعريف الجوهر والعرض، فضع خطها خطا عريضا جدا. تنقسم الماهية انقساما أوليا في مقابل الانقسام الثانوي إلى جوهر وعرض. أول قسمة يعني ما ينتهي إليه هو عندما عبروا إلى الأجناس التي تنتهي إليها أنواع المايات، يعني آخر قسمة تنتهي إليها ما ينتهي إليه التقسيم والتفريع. فإنها إما الماهية، فإنها إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في الوجود. جيد، إذا وجدت يعني الماهية، يعني هي ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنه. وهذا القيد، قلنا لا في موضوع مستغن عنها، هذا قيد يشمل أمرين: لا في موضوع أصلا، ما لم يوجد في موضوع أصلا، وما وجد في موضوع لكنه غير مستغن عنها. يعني هذا تعريف، هذا هو التعريف، هكذا المفروض أن يكون هذا تعريف. فإنها إما أن تكون بحيث إذا وجدت، يعني نقول هكذا: الماهية الجوهرية ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، هذا هو تعريفها، لا في موضوع مستغن عنها. طبعا هنا خطر في بالي لبيان هذا القيد مسألة. أنا نقول مثلا زيد مثال، من باب المثال في بعض، ربما أشار إلى وأشير إلى هذا في بعض الأحيان. مثلا لو قلنا زيد ليس جالسا على الكرسي مثلا الأبيض الأحمر الأسود، زيد ليس جالسا على الكرسي مثلا نفرض أبيض، ليس جالسا على الكرسي الأبيض، هذه ليس جالسا ترى تكون بمعنى أنه ليس جالسا على كرسي أصلا، وأخرى بمعنى أنه ليس جالسا على هذا الكرسي بالتحديد، لكنه قد يكون جالسا على كرسي ماذا؟ أسود مثلا، أحمر، غير ذلك. فالسالبة يعني بعبارة أخرى، إما أن تكون سالبة بانتفاء الموضوع، يعني أصل جلوس أصلا ليس موجودا كما هنا لا في موضوع أصلا، وإما أن أقول هكذا: جالس، ولينا في السلب، ليس جالسا على كرسي، نقول هكذا: جالس على الكرسي، خلاف النفي الأول، لكنه ماذا؟ ليس جالسا بالتحديد على الكرسي الأبيض، قد يجلس على غيره. هنا لا في موضوع ماذا؟ لا في موضوع، ما أقول سالب انتفاء الموضوع يعني بمعنى أنه أصلا لا في موضوع، أو سالب انتفاء المحمول بمعنى أنه في موضوع لكنه ماذا؟ غير مستغن عنه. يعني هنا السلب والحمل أو حمل السلب. أحسن، بهذا المعنى تقريبا. فهنا نظير هذا، ويتضح من نقيضه كما قلنا، نقيضه هو ماذا؟ الوجود في موضوعه. نقيضه أيضا الوجود في موضوع، الوجود لا في موجود في موضوع ماذا؟ موضوع مستغن عنه. نقيضه ماذا؟ لا في موضوع مستغن عنه. كلاهما ماذا؟ متناقضان. فكل ما خرج عن الثاني هو يدخل ماذا في في التعريف الأول. إذا سواء هنا يبين ماذا؟ القيد. يبين القيد، سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية القائمة بنفسها. القائمة بنفسها هو بيان لماذا؟ القائمة بنفسها يعني لا تقوم بغيرها، القائمة بنفسها يعني لا تحتاج إلى غيرها، وهو بيان الجوهر، هو الجوهر. أو وجدت في موضوع لا يستغني عن هذا الموضوع، لا يستغني عنها، توجد في موضوع لكن هذا الموضوع يحتاجها، محتاج إليها في وجوده، كالصور العنصرية، يعني الصور سويت هذا، أنا عبارة عن صور الجسمية
تأتي على التي تأتي على المادة الأولى مثلا، والاستعداد يكون جسما المنطبعة في المادة المتقومة بها. إذا أو إذا وجدت، إذا هذا بيان للقسم الثاني من قيد ومستغن عنها، يعني غير مستغن عنها، توجد في موضوع لكن غير مستغن عنها، لا يستغن عنها في وجوده كالصور العنصرية. مثال الصور العنصرية مثال أي شيء، مثال الجوهر أو للموضوع الذي هي موجودة فيه، الماهية الجوهرية أو الماهية التي هي موجودة فيها، كالصور العنصرية المنطبعة الصفة للصور العنصرية في المادة المتقومة بها. هذه المادة هي محلها، يعني هي موضوعها. فمثال هنا تمثيله بالصور العنصرية أو مثال الجوهر، الجوهر الذي وجد في موضوع لكن هذا الموضوع يحتاجه وهو المادة. موضوع الصور ماذا؟ المادة المتقومة بها، المتقومة هذه النعت للمادة، المادة متقومة بالصور لأن هي تحدد، يعني تخرج الشيء من القوة إلى الفعل. الصور النوعية أو عفوا الصور العنصرية هنا مقصوده، الصور هذه الجسمية تشخصه، بمعنى أنها تخرجه عندما تأتي الصور إلى المادة من القوة إلى يصبح من القوة، يعني المادة قوة محض قوة ليس لها من الفعل أي شيء، بالتالي عندما تأتي الصور تصبح فعليا، يصبح جسما بالفعل مثلا، فتأتي مقومة للمادة بعد أن كانت ليست إلا قوة تصبح مادة بالفعل، فتصير مادة لأمر آخر. الصورة الأولى المادة الأولى، والصورة هذه تصبح ماذا؟ مادة لصور أخرى. يأتي هذا بيانه. وإما أن تكون الماهية بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنه، وهذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، مستغن عنها موضوع، وقيل هنا هذا القيد احترازي عن ماذا؟ عن غير الموضوع غير مستغني عنها، يخرج ماذا؟ ليخرج الجوهر الذي يحتاج إلى موضوع غير مستغن عنه، وجدت في موضوع مستغن عنها. أما لو كان وجدت في موضوع غير مستغن عنها يحتاجها لكان الجوهر صحيح؟ إذا هذا احتراز عن ما هو غير مستغن عنها، لأنه يعني لو لم نحترز بهذا المستغن عنها لكان ماذا دخل هنا أيضا الجوهر الذي يكون له موضوع يحتاج إلى موضوع، لكن هذا الموضوع غير مستغن عنها كالصورة مثلا. كماهية القرب، كماهية القرب والبعد بين الأجسام، وكالقيام والقعود والاستقبال والاستدبار من الإنسان. طبعا هنا أولا ما هي القرب والبعد؟ هنا المقصود منه ماذا؟ مقولة الإضافة، يعني القرب لا يشخص إلا بعد أن يكون هناك بعيد، يعني عندنا شيء بعيد في مقابل شيء قريب، يعني ماذا؟ لا يعلم ولا يكون قريب إلا إذا بالقياس إلى أمر هو بعيد، هذا معنى القرب والبعد في بين الأجسام. يعني من مقولة هنا يضرب مثالا في جزئيات، بمعنى أنه تمثيل في نفس المقولات، يعني لا يذكر نحن ذكرنا هنا ماذا نستطيع أن نقول مثالها، بل هو أعراضها، كل عرضي كل مقولة عرضية تدخل في هذا التعريف، كل مقولة عرضية يعني الكم والكيف والأين والمتى والوضع والجدة وإلى آخره، كلها هنا تدخل مفروض أن يكون، لكن هنا يمثل بأمثلة من ضمن، يعني بأمثلة تبين هذه كما سوف يأتي في بيان المقولات، تبين المقولة عندما أقول مقول ماهية القرب والبعد هي مقولة الإضافة تحتاج إلى طرفين بين الأجسام، جسم بعيد وجسم قريب. وكالقيام والقعود، قيام والقعود ماذا؟ مقولة الإضافة، من قيام عفوا الوضع، من مقولة الوضع، هيئة لنفس الأعضاء مع بعضها و المشكلة من نفس الأعضاء مع بعضها، بالنسبة لأعضاء الجسم إلى بعضها أن تكون في مثلا تشكل في شكل كذا، ونسبتها إلى ماذا؟ ما هو خارج عنها، قيام القعود. وأيضا ماذا؟ استقبال والاستدبار، مثال نفس الشيء
الوضع داخل الجسم هو في جهات معينة مثلا، يمكن أن يكون مثالا للوضع. على كل بالنسبة للإنسان، في الإنسان هذا المسألة الأولى، إذا هذه أمثلة للأعراض، مقولات العرضية. ثانيا هناك كلام بالنسبة إلى القلب مستغن عنه، مستغن عنه أو لا في موضوع مستغن عنه، في تعريف الجواب وفي تعريف العرض. هناك كلام في هذه المسألة، هذا القيد هنا ابتداء نقول احترازي، ابتداء يعني مستغن عنها احترازي. لماذا نقول عندنا إما الماهية محتاج، إما هي في موضوع أو لا في موضوع، وما كان في موضوع إما موضوعها مستغن عنها أو غير مستغن عنها. لكن سوف يتبين فيما بعد أن الجوهر، أن الجوهر موجود وقائم لا في موضوع. بعبارة أخرى، الموضوع المقصود هنا في الفلسفة عادة عندما يعبر عنه في موضوع مستغن، الموضوع لا يكون إلا مستغنيا. فلسفة هذا ابتداء، هذا بالنظر البدء هنا لا يكون هنا، قال نعم قيد احترازي ابتداء، لكنه سوف يأتي فيما بعد أن الموضوع لا يكون إلا مستغنيا. وبالتالي إذا كان الموضوع مستغنيا فهذا القيد ماذا؟ قيد توضيحي. جيد، ماذا نفعل في الموضوع الذي عبر عنه لغير مستغني؟ لا يكون احترازيا، توضيحيا. أصلا لا يوجد عندنا موضوع غير مستغني، يعني ماذا؟ ننفي المادة، المادة موضوع غير مستغني عن الصورة مثلا. تذكرون سابقا عبرنا عن الصورة والمادة أن المادة محل للصورة، لم نعبر هناك بالموضوع. وعادة عندما كنا نعرف الجوهر نعرف الموجود لا في موضوع، وهذا هو التعريف الصحيح، الموجود لا في موضوع، بل لا نحتاج أصلا لكل القيود الأخرى، غير مستغن، مستغن لا في موضوع، لأن الموضوع هو ماذا؟ هو مستغن، وبالتالي القيد الذي ذكره احترازي. سوف يأتي التعبير عن المادة بأنها محل للصورة وليست موضوع، المادة محل للصورة وليست موضوعا لها، ولذلك يكون هذا ماذا؟ قيدا توضيحيا حينئذ، لأن الموضوع هو بذاته مستغن، موضوع الأعراض، موضوع الأعراض مستغن عنها دائما، يعني الجوهر قد يكون هو موضوع العرض ماذا؟ الجوهر مستغن عنها، وبالتالي قيد مستغن عنها وقيد توضيحي. وسوف يكون يعبر بعد ذلك عن المادة بأنها محل وليست موضوع، لأن الموضوع الموضوع والمحمول في الفلسفة يعني بمعنى اندكاك، يعني بهذا المعنى أن المحمول محتاج للموضوع، الموضوع مستغن تماما، لا يوجد عندنا موضوع غير مستغرب وموضوع ماذا مستغرب، وإلى خلاف كونه ماذا؟ خلاف كونه موضوعا. هو علاقة المحل، الحال والمحل بين المادة والصورة، بمعنى أن كل منهما محتاج للآخر، لكن ليس ذاتيا، يعني بمعنى أنه الاحتياج وليس أنه من علاقة كعلاقة الموضوع والمحمول بأن الموضوع لا يحتاج إلى المادة، يعني الذي هو الجوهر الذي هو الصورة لا تحتاج إلى، تحتاج إلى المادة لكن المادة لا تحتاج إليها، يعني الموضوع ماذا؟ قلنا أنه مستغن عن محموله. في الفلسفة موضوع ولا خلاف كونه ماذا؟ موضوعا. على كل البحث هو مفصل، لكن هنا مؤقتا ابتداء يقال هذا، لكن كنا نعبر بأن الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع دائما، وهكذا. فهذه مسألة. المسألة الأخرى، الدليل على أن هذا المسألة عرضية، هذه المسألة الأمور عرضية، يعني كونها ماذا؟ موجودة فيما هو مستغن عنها.
قائمة فيما هو مستغن عنها. الدليل على ذلك اتصاف الشيء بشيء ومقابله، يعني اتصاف الموضوع الجوهر بالشيء وضده مثلا. كما نقول الجسم جوهر صحيح وموضوع للأعراض، لنفرض موضوع للون، جسم أبيض وأبيض والجسم ماذا أحمر مثلا، لو كان غير مستغن عنه، يعني لو كان الموضوع غير مستغن عن العرض لكان محتاجا صحيح إليها إلى هذا العرض، وبالتالي لا ينفك عنه. دليل كون هذا الموضوع مستغن عن العرض وماذا اتصاف نفس الموضوع تارة بالصفة وأخرى بمقابلها. وذلك يقول مثلا ما هي هنا، يقول ماذا القرب، تقول جسم قريب وجسم بعيد، لو كان هذا الجسم محتاج إلى هذه الأعراض لما اتصف بالشيء ماذا وبه، والاحتياج عام كوني لازما عرضا لازما له عرضا ماذا عفوا ذاتيا له، قد يكون ذاتيا وبالتالي هو غير محتاج. دليل عدم الاحتياج ماذا هو اتصافه بالصفة وبنقيضها أو بضدها مثلا، أما مسألة القيام والقعود الإنسان قائم وقاعد، لو كان يتصف بالقيام ويحتاج إلى القيام هذا الموضوع لكان ماذا لكان لا يتصف بالقعود أيضا. هذه المسألة الأخرى. المسألة الأخيرة في هذا في هذه الفقرة تعريف، مسألة التعريف. مسألة التعريف عنونا بتعريف الجوهر، نحن عرفنا الجوهر بغض النظر عن كونه قيدي احترازيا أو توضيحيا. الجواهر مقولات ماذا؟ عالية، أجناس عالية صحيح؟ طيب إذا قلنا التعريف، تعريف ماذا؟ منطقي أم ماذا؟ التعريف ماذا؟ آخر غير منطقي. التعريف المنطقي يحتاج إلى ماذا؟ جنس وفصل. إذا رجعنا إلى الإشكال الأمس الذي ذكرنا، وخلاف قوله ماذا أجناس عالية. وبالتالي تعريفه هذا لابد أن يكون من باب شرح الاسم، أو لا أن نقول نحب الرسم مثلا رسم ناقص أو رسم تام بالتعريف بالفصل مثلا، قد يكون تعريفا بالفصل، لأن بالأخير هذه الأجناس لها فصول، هذه الأجناس لها فصول بسيطة مع ذلك لها فصول. على كل هنا بعضها طبعا ليس كله، وبالتالي نقول هذا التعريف، نقول هذا تعريف من باب الشرح، لا حتى شرح الاسم لا يصح، من باب بيان المعنى، تعريف اللفظ، تعريف اللفظ، لأن شرح الاسم هو نفسه كما ذكرنا سابقا، إما أن يكون سؤال بما هو أي شرح الاسم الصلاح هو العلامة، حتى الصلاح بعض ذهب إلى ذلك، لكن الصلاح الواضح بحسب ما نرجع إلى المنطق وهو كثير يحصل الاشتباه في هذا، حتى شرح الاسم الذي ذهب إليه العلامة هو ماذا؟ من التعريف اللفظي وليس أصلا شرح اسمه، وإلا شرح الاسم هو بعينه تارة يكون قبل ما هو الماهوية وأخرى يكون بعد طبعا قبل إثبات الوجود، هل قبل هل وأخرى يكون بعد هل البسيطة. فإن كان قبل هل فهو شرح اسم، وقال بعد هل فهو ماذا؟ تعريف حقيقي، وهو على كلتا الحالتين هو تعريف بالجنس والفصل قريب له حتى يكون ماذا؟ تعريفا حقيقيا. إذا هنا نقول من باب تعريف اللفظ أو شرح الاسم على بعض الصلاحات، وإلا يلزم إشكال ماذا؟ أنها تكون مندرجة عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، تعريف حيوان، حيوان وجنس الإنسان مندرج الإنسان ماذا تحت الحيوان، وبالتالي رجعنا إلى إشكال أنها ليست أجناسا عالية، المفروض أن تكون متباينة بتمام الذات وهناك جنس مشترك بينها، يلزم على هذا التعريف أن يكون جنسا مشتركا بينها. إذا هذا أيضا أمر آخر. ووجود القسمين، المطلب الجديد وجود القسمين في الجملة الضروري، نحن ذكرنا هذا المطلب أخيرا تقريبا آخر مطالب. وجود القسمين في الجملة ضروري بديهي، لماذا؟ قال نحن قلنا أنه أولا هناك اتفاق على وجود الأعراض التي هو الأبيض الألوان مثلا والمقولات العربية كلها مثلا،
اولا هنا هناك عبارة هذه في الجملة ضروري. في الجملة لماذا عبر في كلمة في الجملة؟ ووجود القسمين في الجملة ضروري. كلمة في الجملة يبينها ما بعدها. ما بعدها؟ ما بعد الفاصل. فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهر الأعراب. يعني ماذا يريد أقول؟ لم يقل في الجملة بالجملة. بالجملة يعني يوجد اتفاق. اتفاق على هذا. أما في الجملة إشارة إلى الاختلاف الموجود في الجوهرية. في الجملة هناك اتفاق على مسألة اتفاقية وهي الأعراض متفق عليها. وهناك اختلاف في الجوهر. الجوهر ذهب إليه قسم بسيط. وهم هؤلاء بالنتيجة يرجعون إلى الاعتراف ماذا؟ كما يقولون لزمه جوهرية الأعراض. يعني من حيث نفى الجوهرية هو يثبت الجوهرية. وبالتالي إذا هناك اتفاق تقريبا على مسألة ماذا؟ الجوهرية. فحتى من أنكر الجوهرية يرجع إلى إثباتها من حيث ينفيها. إذا في الجملة ماذا؟ إشارة إلى الاختلاف الموجود في الجوهرية، في وجود الجوهر موجودا أو ليس بموجود. وقلنا هم هؤلاء الحسيون الذين يقولون لا يوجد ما وراء الحس شيء، ما لم يدرك بالحواس لا ليس بموجود. فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض. لماذا؟ نحن قلنا نسألهم، أنتم تقولون لا يوجد جوهر، جيد، هذه الأعراض وهذا أبيض، لا نسمي عرض، هذا الأبيض، وأين يقوم؟ ويقوم في مكان، في شيء يحتاج إلى شيء يقوم فيه أو لا؟ إذا يحتاج إلى شيء أثبت ماذا؟ إذا هو، نحن ما نقول الجوهر لا يحتاج إلى شيء، ما هو قائم في نفسه، طبعا ليس معنى قائم في نفسه يعني أصالة الماهية، نحن نتكلم عن الماهية هنا، قائم في نفسه بالوجود، لا يحتاج إلى أمر آخر. وبالتالي أثبت الجوهرية من حيث نفاها. إما نقول هو عرض لا يحتاج. الفرض الثاني ماذا؟ يحتاج. وبيحتاج ما يحتاج هذا الموضوع، ما يحتاج إليه هو، إما أن يكون أيضا جوهر أو عرض، وهكذا إلى أن إلى ما نهاية. فعلى أحد الفروض ماذا؟ يلزم التسلسل، ولبطلان التسلسل لا بد أن يرجع إلى الجوهرية. ما قلت أن هذا عرض له عرض، يعني موضوع هو العرض ثم أتي إلى العرض، موضوع العرض ثم أتي إلى العرض، موضوع العرض يتسلسل، بطلان التسلسل لابد أن تنتهي النتيجة إلى أمر لا يحتاج إلى غيره في الماهية. فقال بوجوده من حيث لا يشعر، يعني من حيث أنكر وماذا أثبت. والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية. مقولات وأجناس عالية هي تسعة. هذا رأي، هذا رأيه، يعني ظاهر أن هو ماذا يقبل هذا أنها تسعة، وبشرحه فيما بعد الأعراض هذه يتبين أنه يقبلها. ومفهوم العرض عرض عام. طيب جيد، جئنا إلى هذه المشكلة والأزمة، هذا دفع دخل ماذا مقدر، لا تشكل، يقول لك لا تشكل علينا أننا نقسم العرض، نقول هكذا عرض جوهر وعرض وعرض ثم نقسمه. والحال أنت تقول الآن بعبارتك المتقدمة ماذا قلت؟ الأعراض تسعة هي المقولات الأجناس العالية. هو خلافك ماذا؟ كونها أجناس عالية أن تقول مقسمها ماذا؟ العرض. والمقسم موجود في جميع الأقسام، إذا هناك مشترك ذاتي كما هو، يعني نسبة الأقسام إلى المقسم، نسبة الأنواع إلى الجنس، لأن الجنس ماذا مشترك بينها، مشترك ذاتي بينهم، ثاني قسم إلى أنواع. إذا هذه أنواع وليست أجناس، على الأقل هي أنواع إضافية، على الأقل هي أنواع ماذا إضافية، قد تكون لأجناس لما تحتها، جيد، لكنها ليست جنسا عاليا. نتيجة ماذا؟ ليست جنسا عاليا، خلاف ما صرحت به مثلا هنا. الأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية، وكيف يكون المقسم ماذا على العرض؟ وبالتالي والمقسم موجود في جميع الأقسام، إذن لا ليس أجناسا عليه فهو جنس لا. وجوابه ماذا كان؟ قال هو مفهوم العرض هو عرض عام. لا، نحن قلنا ماذا بتفصيل أكثر من هذا، أن العرض من المقولات، أي مقولات الثانية معقولات ثانية فلسفية، وهذا العرض المقسم
والأعراب للمقولات التسع هي ماذا؟ معقولات أولية، ما هوية، يعني بقى أخرى فلسفية ما هوية. الفرق بين الفلسفية والماهوية ما هو؟ نحن قلنا الفلسفية فقط منتزعة من الخارج وموجود وجودها ذهنيا، عارض بمعنى تطبيق الكل على ماذا؟ على مصادقه في الخارج، مفهوم كل موجود في الخارج. بعبارة أخرى أن المعقول الثاني الفلسفي هو حاكم فقط يحكي عما هو موجود في الخارج. كالعلية مثلا، نأتي نقول العلية، ما معنى العلية؟ وجود وعلة ومعلول في الخارج. نحن قلنا العلية من المفهومات من المعقولات المفاهيم الثانية الفلسفية، يعني بمعنى أنها منتزعة من الخارج، يعني تصافها في الخارج وعرضها في الذهن فقط، أصلا لا يوجد لها ما بيزاء في الخارج. وهذه أن تحكي عن الوجود الخارجي لا يعني جزئية، ليست جزئية، ويريد أن أقول هكذا من العرض العام، يعني ليس جزئية، ما يحكي عن الأمر الوجود الخارجي ليس جزئية، ليس جزءاً للشيء. يعني عندما نقول مثلاً زيد علة مثلاً لعمره، ننتزع العلية وننتزع المعلولية، المعلولية جزء منها منهما ليس جزءاً، بل هي منتزعة منهما ليست جزءاً. وبالتالي عندما نحمل العرض نقول هذا عرض وينقسم إلى كذا وكذا، وذلك يقول يقال مثلا هكذا الكيف عرض، قال الكيف عرض، هذا المحمول الذي هو العرض ليس جزءا من الأقسام وإنما هو فقط حاك عنها، يعني بعبارة لا أدري كم ألف مئة ليس علاقته بالأقسام علاقة الجنس بأنواعه، وإنما علاقة العرض بمعروضاته. بمعنى أيضا آخر أن المعروض عليه لا يحتاج إلى العرض، غير محتاج. نحن نقول هكذا العرض عارض على شيء، وهذا الشيء غير هو مستغني، قل هذا مستغني، نأتي هذا العرض الذي هو عنوان ومقسم لهذه الأقسام هو عرض عليها، بمعنى أنه مستغن، هذه عرض على المقولات هي مستغني عن هذا المقسم، بل المقسم هو فقط مجرد حاك عنها، وبالتالي ليست علاقته بالأقسام علاقة النوع، علاقة الجنس بأنواعه، يعني نسبة الجنس إلى أو نسبة الأنواع إلى جنسها، بل هو من قبيل ماذا؟ نسبة العرض إلى ما يعرض عليه فقط، بمعنى أن المعروض لا يحتاج إلى هذا العرض، قد يفارق، ما المشكلة؟ يفارق قد يكون لازم، ما على كل ما أنه ليس محتاج. طب هذا في ماذا؟ في عنوان العرض. سوف تتفاجأ أيضا بأمور أخرى فيما بعد. لا جنس فوقها، يعني لا إشكال علينا بهذا الإشكال، هو بنتيجة ماذا؟ إذا خلاصته هكذا أنه علاقته بالأقسام ليست علاقة الجنس، يعني نسبة الجنس إلى أنواعه، وإنما نسبة العرض إلى معروضه، بمعنى أن المعروض لا يحتاج إليه، ليس كجزء له من المقولات، المعروض من المقولات الأولية الماهوية الأولية، والعرض الذي هو عنوان كل من المقولات المعقولات الفلسفية الثانوية. لا جنس فوقها، كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العشر. يقول أيضا لا تشكل علينا أيضا بالماهية، ومفروض أن تقول ماذا؟ ما أنها أجناس عليك، حللنا المشكلة بالنسبة إلى المقولات التسع، تبقى المشكلة بالنسبة إلى ماذا؟ الجوهر. الجوهر ونفس المقولات التسع الأخرى أيضا نفس الإشكال، يجمعها جامع والماهية، إذن هو مشترك لوجوده في الأقسام. نحن قلنا أيضا وجوده في الأقسام ليس كجزء، وإنما وجوده في الأقسام كعارض لا يحتاج إليه ماذا؟ الموضوع، يعني لا تحتاج إليه المقولات، ليس جزءا لها حتى يندرج تحتها. بعبارة أيضا أخرى من المقولات معقولات الثانية الفلسفية الماهية، هنا المعقولات الثانية الفلسفية وما يحمل عليه أو ما تحمل عليه، بمعنى الأقسام التي هي عبارة عن المقولات العشر هي من المعقولات الماهوية، والمعقولات الفلسفية تحكي عن ماذا؟ تحكي فقط عن الوجود الخارجي، يعني ما هي تحكي عن ما يوجد في الخارج. جيد، والمعقولات التسع العرضية، معقولات أقول معقولات
مرة فادت الأمور لبعض يعني معقولات أو مقولات. هو فرق فقط في العين. والمعقولات التسع العرضية هي الكم والكيف والعين إلى آخره لا أحتاج إلى هذا. ما عليه المشائون قول قول المشائين من عدد المقولات ومستنادهم في الاستقراء. إذا ليس حصرا عقليا هذا المسألة. إن هذه المقولات ليست في الحصر العقلي. وعلى هذا نقول طبعا عندما نقسم إلى الجوهر وهو أن يكون كاتم صوت الجوهر ما شاء الله الله يعفو العسل كثير قوي الحنجر ليس أمرا آخر حنجر هنا ليس أمرا طيب بعض قال هكذا أن قسمة المانية إلى جوهر وعرض قسمة حاصرة قسمة حاصرة. والحال هنا نقول ماذا؟ نحن نقول العرض هو عرض عام على المقولات التسع وبالتالي المقولات التسع استقرائية فيكون مفروض أن تكون القسمة ليست حاصرة لأننا نقول نحن المانية القسمة جوهر وعرض والأعراض غير محصورة بالحص العقلي غير محصور الحصر. إذن الأعراض هذه الأقسام نقول هي تسع عشرة عشر مقولات. هذه المقولات ليست بالحصر العقلي هكذا المفروض. والآن البعض قال ماذا؟ تقسيم إلى جوهر وعرض وبالحصر العقلي. نستطيع أن نجيب عن هذا هكذا ربما يصح أن نقول هكذا أن القسمة من جهة أن الماهية تارة الموجودة في الخارج يعني في الحمل الشامل تارة هي محتاجة إلى موضوع وأخرى غير محتاجة وحصر عقلي. إما أن يكون الموجود هذه الماهية موجودة في الخارج إما أن تكون محتاجة إلى الموضوع أو لا. والمحتاج إلى الموضوع إما أن يكون موضوع مستغن أو لا وهذه قسمة حاصرة عقلي. لكن أين المشكلة؟ المشكلة في مصادقها. مصادقها ماذا؟ لا تكون بالحصر العقلي. نحن هذا استقراء نقول هذا بالعين و و و و لكن بوجود العرض بشكل عام هذا بالحصر العقلي يعني ليس عندنا إلا ما هو محتاج إلى موضوع أو لا هذا هو حصر عقلي. نستطيع أن نجيب عن ذلك. على كل القول الأول إذن عندنا تسع مقولات عرضية. القول الثاني ذهب بعضهم إلى أنها أربع يجعل ماذا؟ المقولات النسبية وهي المقولات السبع الأخيرة واحدة. يعني من أين نبدأ بالعدد؟ من الأين إلى الأخير إلى وأن يفعل. وهذه سبع مقولات تسمى مقولات نسبية يعني جعلها تحت عنوان مقولات نسبية. سؤال تصبح أربع. أولا أنها أين ترجع؟ ها وذهب بعضهم إلى أنها أربع. المفروض أن ترجع أين؟ المقولات التسع العرضية. والحال إذا أحصينا بعد النسبية فهي ثلاث مقولات ليست أربع. انظروا وذهب بعضهم إلى أنها أربع. نأتي نقول هي تسع مقولات ها ترجع إلى المقولات العربية هي تسعة. نقول من عند الأين يعني السبعة الأخيرة يعني يبقى اثنين تبقى مقولتان الكم والكيف اثنتان والنسبية ثلاث. وأين الرابعة؟ شو أين ضرب؟ لا جوهر. هو إذا رجعنا إلى إذا رجعنا لها إلى المقولات التس فلا يدخل جوهر. نعم نقول هنا أن كل المقولات يعني نحن والمقولات التسع العرضية بالإضافة إلى مقولة الجوهر مثلا هكذا نقول هكذا هي عشر مع التسع التي قالها فترجع أنها إلى كل. هو الأمر في الهاء سهلة. على كل وذهب بعضهم يعني مقصود منها كل المقولات وليس المقولات التسع العرضية يعني بإضافة إلى نحن يمكن أن يرجع إلى كل المقولات دون التسع العرضية. لا 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 يمكن يعني التسع هي 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 تشخصها التسع العرضية هي تشخصها كل ما يعني ما فهمته مما سبق يعني هذه المقولات العشر التي قلناها. على كل بجعل المقولات النسبية وهي المقولات السبع واضح بالأخير بإضافة الجوهر أربع بإضافة الجوهر
وذهب شيخ الإشراق، طبعا هنا لم يذكر هذا لأنه قول نادر، هذا ما اسمه حتى أنا لا أعرف من قال بهذا القول، وذهب شيخ الإشراق إلى أنها خمس بإضافة ماذا؟ بإضافة نفس الثلاث والجوهر والحرك، إضافة إليها الحركة. جيد، والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها إلى الأنواع المدرجة تحتها طويلة الذيل جدا، ونحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين مع إشارات إلى غيره. إذا هذه المقولات ما هو لا يبين هل هو في درج الكلام في درج هذا لا يهمه أسلام لهم هو يقول اسمه بداية الحكمة، ولذلك اسمه بداية الحكمة، ولا يطرح رأيه هنا بشكل في كثير نحن هو يطرح، لكن في درج الكلام. وكل هذا أيضا من الأول قلنا أن هذا يعتمد على نظرية المشائين، نظرية المشائين أصل الحكمة المتعالية كثيرا متشابهة مع نظرية المشائين، لكنها ماذا تختلف عنها في بعض الأمور. في الدرس القادم نشير إلى بعض الأمور الاختلافية. هذا كان عندنا هناك بيان نوعا ما، المشكلة قد لا نستطيع أن نصل إلى نهاية الفصل، لكن هناك اختلاف. ولذلك هو يقول أنا ابتداء أقول بهذا أنه ما أتي بنظرية المشائين على هو ما موجود معتاد، بعد ذلك هو تفهم من درج الكلام أو من مثلا أماكن أخرى أصول الفلسفة أو أماكن أخرى للعلامة ورسائل للعلامة يمكن أن نفهم هذا الكلام، وفي درج الكلام هو يشير إلى هذه المسائل الاختلاف مع الحكمة، ولم نشير إلى بعضها هنا في الفصل الثاني. طبعا الأمر الذي قلت سوف يفاجئ أيضا أن الجوهر ألا نطبق، يوجد عندنا 10 دقائق إن شاء الله، إن شاء الله ننتهي ولا يحتاج إلى بيان كثير، لكن أنتم في الشرح اكتبوا، أنا يضيق بنا الوقت جدا بالنسبة إلى نهاية الفصل. في أقسام الجوهر قسموا الجوهر تقسيما أوليا، انظر تقسيم أولي، هذا التقسيم سؤال، الآن سؤال إذا اتضح التقسيم الأولي، الآن هذا التقسيم بالنسبة إلى الماهية ماذا يكون؟ أحسن، ثانوي، بالنسبة إلى الماهية ثانوي، وبالنسبة إلى ماذا؟ الجوهر وأولي. قسموا الجوهر تقسيما أولي إلى 5 أقسام، المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء مقام عليه، مقام على وجود البرهان من الجوارح. إذا ما استطاعوا أن يبرهنوا عليه وهذه الأمور، إذا وجد أمر آخر بعد فألحقوا برهن عليه وألحقوا بماذا؟ في هذه الأقسام، وهذه الأقسام مسلمة الوجود وبرهن عليه. قال فالعقل هو الجوهر المجرد، يبدأ من الأخير ما ذكره أخيرا، فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يعني لا هو ذاتا محتاجة في وجوده إلى المادة ولا فعلا حتى يفعل، حتى يكون له ماذا؟ أفعال، حتى ينتج عنه آثار، لا يحتاج فعل إلى المادة، ذاتا، هذا يسمى مجرد ذاتا ومادة. في مقابل ما يذكره بعدها والنفس، أي تضح من خلال النفس، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، يعني ماذا؟ العقل ذاتا وفعلا مجرد، والنفس مجردة ذاتا بحسب الأدلة، قال ولذلك أشار بحسب البراهين، هذا يحتاج إلى برهان وإلا في نفسي هذا لا يثبت، ذاتا هي مجرد النفس لكنها تحتاج إلى الحواس، تحتاج إلى الأمور والقوى المادية في فعلها حتى تفعل، وأعبر عنها مركوب النفس، الجسم هو الأمور المادية هو مركوب النفس، يعني حتى تفعل في الخارج ويكون لها آثار، وإلا المادة في ذاتها ليس لها أي فعل، ودل على ذلك من خرجت منه روحه في الموت وهو المادة تلك لا تثير أي شيء ولا تفعل أي شيء، وبالتالي المادة هي مركوب النفس، النفس مجردة وهذه أدلتها مستقلة تحتاج إلى أدلة فعل، وإن كان بعض الشيء إلى بداهة هذه المسألة عند الإنسان موجودة بشكل بديهي ضروري موجود. على كل أما المادة فهي مركوب تحتاج إلى ماذا؟ في إظهار آثارها،
في ذاتها لا تحتاج للمد، في إظهار آثارها في الخارج ماذا؟ تحتاج للمد. وبذلك يقول قال ذاتا مجردة لكنها فعلا مادية. وهنا سألك مرة الشيخ محمد مرتضى أنه أشار الأقوال، هذا إشارة الأقوال الموجودة في أصل النفس أنها ماذا؟ مجردة مستغنية عن المادة في وجودها، الأصل كانت مجردة، يعني ماذا؟ جاءت إلى هذا العالم، يعني ركبت البدن، حلت في البدن، صارت يعني روحانية الحدوث، روحانية الحدوث، أيضا روحانية البقاء، هذا الصلاح فلسفي، أو لا، مادية الحدوث روحانية البقاء. هناك أربعة أقوال في هذه المسألة، في مسألة النفس، أربعة أقوال، لكن فعلى مبنى انظر على مبنى المشائين، وهذا يخالف مبنى صدر المتعلم وصدر الحكمة، مبنى الحكمة المتعلم، مبنى الحكمة المتعالية، قلت لك سوف أشير إلى هذا الاختلاف. ولذلك قال أن لا تشكل عليه، نحن نقول بأمر آخر فيما بعد، ونذكر هنا قول المشائين قبل أن تشكل علينا بهذا، نقول لك ما نذكر هنا ماذا؟ قول المشائين وليس قول الحكمة المتعالية. وما جاء به تعريفا للنفس هذا تعريف حسب المشائين، أنها روحانية الحدوث، النفس حادثة يعني هناك من أصل الوجود عندما يولد أو تشكل، مثلا نفرض نطفة، من حين تشكل نطفة أو أمر آخر، بغض النظر عن هذه المسألة أنها النفس تأتي النفس وإلى المادة، يعني هناك شيء اسمه مادة وشيء اسمه نفس، هذا على مبنى المشائين، وتتكامل ثم بعد ذلك تكون ايضا ماذا؟ روحانية البقاء، يعني تبقى مجردة. بينما عن طريق الحكمة المتعالية النفس مادية الحدوث، يعني في النطفة عندما تكون النطفة لا يوجد عندنا شيء اسمه نفس، لا يوجد عندنا شيء اسمه روح، ولا شيء اسمه ماذا؟ مجرد، شيء مجرد لا يوجد عندنا، بل هي تتكامل ماذا؟ بالحركة الجوهرية تصبح بعد ذلك مجردة. وبالتالي هذا التعريف ينطبق على مبنى الحكمة المتعالية بعد ان تتجرد. أما النفس عند حدوثها لا تكون أصلاً مجردة، وهذا يختلف عن مبنى الحكمة، ما جاء به هنا يختلف عن مبنى الحكمة. إذن هي مادة مادية، النفس مادية في حدوثها، مجردة ذاتاً في بقائها، مادية ماذا؟ في فعلها بقاء. والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتاً المتعلق بها فعل. متعلق عن نفسها ماذا؟ جوهر متعلق بالمادة في الفعل عندما تريد أن تفعل، والمادة هي الجوهر الحامل للقوة. انظر قلنا هذا الحامل، ولم يقل موضوعا هنا، المفروض أن يقول بحسب تعريف الجوهر أن يقول هنا أن ماذا الموضوع؟ المفروض أن تكون موضوعا للصورة، الجوهر الحامل للقوة، يعني هو مجرد قوة محضة. كل هذا يأتي تفصيله طبعاً فرداً فرداً من هذه الأمور. والصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادة. نحن قلنا ماذا؟ المادة قوة محضة، يعني استعداد الشيء لأن يكون جسماً. تأتي الصورة الجسمية ماذا؟ فيكون جسماً بالفعل. فيقول الجوهر المفيد لفعلية المادة بعد أن كانت المادة بالقوة بالنسبة إلى الجسم، جاءت الصورة الجسمية حلت في المادة، فصارت المادة بالفعل بالنسبة إلى الجسم، صار جسما بالفعل. ولذلك هو عبر الجوهر المفيد لفعلية المادة لوجود الصورة، الصورة التي تحل في المادة من حيث الامتدادات الثلاث. الامتدادات الثلاث هو بيان للجسم، يعني الصورة تأتي وتشخص المادة فتجعلها جسما، وهذا الجسم هو ماذا؟ كم ممتد في جهة الثلاث، امتداد الثلاث جهة الثلاث، يعني الطول العرض العمق أو الارتفاع. يأتي تفصيله أيضا ماذا؟ في الكيف، في الكم عفوا. أما الجسم هو الجوهر الممتد في جهات الثلاث، ويأتي أيضا تفصيله، جوهر ممتد في جهات الثلاث يأتي تفصيله، يعني ما يتشكل من المادة والصورة الجسمية يكون ماذا؟ جسما. أيضا صار جسما، إذا صار جوهر ممتد في جهات الثلاث. ما أردنا أن نقول أنه مفاجئ ما همه هنا دخوله الصورة الجسمية في التقسيم، دخول بالعرض، يعني ماذا؟ وهذه القسمة ليست ماذا نقول هكذا، المفروض أن يكون الجوهر جسم
جنسا. المفروض ان يكون ماذا؟ جنسا لاقسامه التي تحته هنا. نقول هو جنس عالي جوهر وجيد. انا نقول دخول الصوره الجسميه في تقسيم دخولهم بالعرض عجيب، اذا ليس بجوهر. لا اذا لا عفوا ليس بجنس الجوهر، ليس بجنس لا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين.